محمد السعيدي أستاذ رياضة الكاراتي الحزام الأسود الدرجة الخامسة حكم إفريقي. بالنسبة للنادي ديانا اللي هي جمعية أوكيناوا الكاراتي، الجمعية هذه اللي تأسست في 1988. بالنسبة للسي المهدي جاء عندنا في السن ديال 9 سنين. في السن ديال 5 سنين تعرض حديث وثبت لي في إعاقة، هذا السي خلاني ندوز واحد مرحلة فراغ. من بعد 4 سنين تفكرت باش ندخل نادي الكاراتي، وتماك تلاقيت مع الأستاذ السعيدي هو اللي شجعني باش نمارس هذه الرياضة هذه، وخلاني نحب هذه الرياضة هي الكاراتي. وعانا مسكين بزاف، والوقت اللي جا عندنا خدينا بيدو وتعاوننا معاه وشجعناه، وقلت هذا الوليد هذا اللي جا خص هذا لوبجيكتيف ديالي معاه، هو خص يبقى معايا هنايا ناخذ بيدو ونتعاون معاه تيوصل لواحد المستوى اللي هو عالي في رياضة الكاراتي. والحمد لله توفقت في المهمة ديالي، وهذه الرياضة ربات لي الثقة في النفس وخلاتني نتغلب على الإعاقة هذه. ومن بعد وليت كنشارك في هذه البطولات، وليت كنشارك في بطولات جهوية وطنية، ولينا كنديو البطولات وكيحس بواحد الفرحة كبيرة في خلال المشاركة ديالو في بطولات. ومن بعد شارك في بطولة وطنية اللي شجعته حتى هي كثير، ومن بعد ديناه يدوز الحزام الأسود الدرجة الأولى، والحمد لله تفوق في الحزام الأسود لأن كانت عندي فيه ثقة كبيرة، لأن بالنسبة للكاطا والبرنامج ديال الحزام الأسود حفظه من بعد، وأنا ما قلت ليش بأن راه غادي يدوز الحزام الأسود، كنخدم معه وصافي. من بعد ملي شفتو، لأن ما بغيتش نقولها ليه، خفت يبقى يديرونجا ولا خليته هكاك. الوقت اللي حسيت بأنه راه حفظ البرنامج عاد قلت ليه ودي راك غادي تدوز الحزام الأسود الدرجة الأولى، وجاته غريبة. والوقت اللي مشى دوز نجح، والحمد لله أنا فرحان به بزاف، لأن دري ظريف وكيبغي رياضة الكاراتي، واحد الحب ليه رياضة الكاراتي اللي ما كتصورش على البال، وكسبته واحد الثقة في النفس وعوضته هاد الإعاقة اللي عنده. وبالنسبة لهاد الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة خصهم واحد الرعاية اللي هي بارتيكولير، لأن خص تصاحبه، خصك تصاحب معاه، خصك تعطيه وقت، خص الوقت اللي ينوض يدير أي حركة يديرها خصك تطلب من الدري باش يصفقوا عليه كاملين، وهما راه كيتشجعوا كيحسوا ب، وأنا النجاح اللي نجحت فيه وهو باش يدوز معايا هذا الولد هذا تبارك الله 22 عام دابا، راه دخل في السن ديال 23 عام، دخل دابا في السن ديال 9 سنين، هو دابا عنده 32 عام، دونك هذا شيء كبير. والحمد لله، ونطلب من الأساتذة كلهم يعطيوا يد المساعدة لهاد الوليدات هادو ويشجعوهم باش يمارسوا الرياضة بصفة عامة. شكرا للجامعة الملكية المغربية للكاراتي برئاسة سي محمد مقتابيل على الاهتمام والمساعدة اللي مقدمة للناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي مشجعهم، وتبارك الله سيرتو هاد السنين الأخرى عطاهم واحد الاهتمام كبير، سمح لهم بالمشاركة في بطولة وتشجيع الجامعة بميداليات وديبلومات، وهذا الشيء كيفرح وكيشجع هاد الوليدات على الاستمرارية في ممارسة الرياضة بصفة عامة.